بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور ناجي عبد الجبار. تحدثنا في مقطوعات سابقة عن أهمية استراتيجية الألعاب في داخل الصف اللغوي، يعني ما هي أهمية استخدام اللعب أثناء تدريس اللغة العربية، وتحدثنا عن دور المعلم ودور المعلمة في استخدام الألعاب، ولا نقصد بها الألعاب الجاهزة. الألعاب الجاهزة هنالك أمثلة كثيرة منها موجودة في محلات التربية والتعليم، ولكن نقصد استعمال ألعاب تقوم المعلمة أو يقوم المعلم بإعدادها في داخل الصف أو في داخل الفصل، ويمكن أيضا أن يقوم الطلبة بإعداد بعض هذه الألعاب. في هذا اللقاء سوف أتحدث لكم عن أمثلة من هذه الألعاب والأنشطة التي يمكن أن يقوم بها المعلم أو تقوم بها المعلمة داخل الصف اللغوي. من هذه الأمثلة لعبة قد نسميها لعبة خذ وامشي. هذه اللعبة بعد أن يقوم المعلم أو المعلمة بإعطائهم درسا عن التحيات والتعارف، من مثل السلام عليكم، وعليكم السلام، مرحبا، أهلا، صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، مساء النور، يمكن أن يتعلم الطلبة هذه اللعبة من خلال لعبة خذ وامشي. يتعلموا التحيات، يتعلموا المجاملات على النحو التالي: تطلب المعلمة أو يطلب المعلم من الطلبة وضع الكراسي في داخل الصف على شكل دائرة، يكون عدد الكراسي ناقصا كرسيا واحدا عن عدد الطلبة داخل الصف، ثم يطلب المعلم أو المعلمة من الطلبة بالبدء بالدوران حول هذه الكراسي مع سماعهم للموسيقى أو لجرس أو مجرد أن تعطيهم إشارة معينة، يبدأون بالدوران حول هذه الكراسي، وحينما يعطيهم المعلم أو تعطيهم المعلمة إشارة أخرى بالجرس، بوقف الجرس أو بوقف الموسيقى، يجلسون على الكراسي. طبعا طالب واحد لن يجد له كرسيا، هذا الطالب الذي لم يجد له كرسيا ليجلس عليه تقوم المعلم أو المعلم بإعطائه مسطرة فيقول له خذ وامشي، لأن الطالب الذي لم يجد كرسيا ليجلس عليه يأخذ المسطرة ويبدأ يسأل بالطلبة واحدا واحدا، يقول لهم صباح الخير مثلا، يقول الطالب، المفروض للطالب الآخر أن يجيبه صباح الخير أو صباح النور، وإذا قال مرحبا أن يقول أهلا، وإذا قال السلام عليكم أن أقول وعليكم السلام، مساء الخير، مساء النور، وهكذا. الطالب الذي لم يستطع أن يجيب حينما يحييه زميله فيكون دوره أن يأخذ المسطرة ويبدأ بالأسئلة مرة ثانية. إذن فإذا لم يجب واحد من هؤلاء الطلاب عن التحية التي ألقيت عليه يقول له الطالب خذ وامشي، فيجلس الطالب محله، ثم يقوم الطالب الذي لم يجب عن السؤال بالبدء بأسئلة الطلبة الثانية، يوجه إليهم تحيات معينة حسب ما تعلم، ومرة ثانية الطالب الذي لم يستطع أن يجيب يستلم المسطرة ويبدأ الدوران حول الطلبة ويسألهم سؤالا سؤالا واحدا واحدا. هذه لعبة اسمها خذ وامشي، هذا مثال. ومن أهداف هذه اللعبة أنها تحقق الفهم، الحوار، الكلام، النطق، وأيضا مفهوم التحيات. فإذا حققت مهارات متنوعة من خلال هذه اللعبة ومن خلال هذا النشاط. مثال ثاني، بعد أن يأخذ الطالب ما يسمى بشجرة العائلة، يتعرفون على ما حينما نقول أب، أم، جد، جدة، ابن، ابنة، أخ، أخت، وهكذا يتعرفون على هذه الأفراد. يمكن أن نعمل لعبة، يمكن لحد
من الطلبة أو المعلم أو المعلمة أن يعد لعبة اسمها فكر واربح. وهذه اللعبة أيضا تحقق مهارات الاستماع والفهم والكلام. طريقة هذه اللعبة، يقوم المعلم أو اللعبة المعلمة برسم مربعات على السبورة، وتكون هذه المربعات خالية من الحروف والكلمات، ولكن تكون الحروف الهجائية بشكل أفقي والأرقام بشكل عمودي، ليتسنى للطالب اختيار مربع معين من خلال ذكر الحرف والرقم. يحمل المعلم أو المعلمة المربعات التي فيها الكلمات التي تحدد طبيعة السؤال أو الجواب. فإما أن تقوم المعلمة أو المعلم بتوجيه الأسئلة، ويمكن أن يقوم أحد الطلبة بتوجيه هذه الأسئلة. فحينما يوجهون أسئلة إلى الطلبة، بالتالي بعض الطلبة قد يعرفون الإجابة عن أسماء القرابة، الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، وبعضهم قد لا يعرفون، وبالتالي تحدد نقاط معينة للذين يعرفون ويأخذون جوائز بناء على ذلك. بالتالي من خلال هذه اللعبة فيها مهارة القراءة، فيها مهارة الكلام، وفيها مهارة الفهم. لعبة أخرى، مثال آخر، نسميها لعبة قاتلة الذباب. وهذه اللعبة بعد أن نجمع بين الرياضيات أو الزمن وحصة اللغة العربية، حينما يأخذ الطلبة عن الساعة، الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الثانية والنصف، الثالثة والنصف، الرابعة والربع، وهكذا، تقوم المعلمة أو يقوم المعلم بوضع صور للساعة، صور متعددة على السبورة، وكل ساعة تشير إلى زمن معين مختلف عن الساعة الأخرى. وبعد ذلك يمكن لأحد الطلبة أن يقرأ الزمن، أو المعلمة تقرأ الزمن، والطالب الذي يتمكن من حمل المضرب والإشارة إلى الساعة التي تشير إلى ذلك الزمن الصحيح يكون هو الرابح. طبعا يمكن من خلال تقسيم الطلبة إلى مجموعتين أو إلى مجموعات أو بشكل فردي، يعني يمكن للمعلمة أو للمعلم أن يكون له الحرية في كيفية تطبيق هذه اللعبة. في النهاية المجموعة التي تحقق نقاطا أكثر هي تأخذ الجائزة. مثال آخر، بعد أن يتعلم الطلبة عن المذكر والمؤنث، يمكن أن يقوم المعلم بإعداد لعبة معينة اسمها لعبة قيام جلوس. هذه اللعبة تكسب المتعلم القدرة على المطابقة بين الصفة والموصوف من ناحية التذكير والتأنيث، ويمكن أن نستعمل فيها عبارات مثل طالب طويل، تلميذ مجتهد، قطار سريع، بيت جميل، كتاب جديد، هذه أسماء مذكرة. ويمكن استخدام كلمات مؤنثة مثل طالبة جميلة، تلميذة مجتهدة، سيارة سريعة، مدرسة جديدة، غرفة نظيفة، وغيرها من هذه الأمثال. كيفية تطبيق اللعبة على النحو التالي: يجلس الطلاب في صف مقابل صف الطالبات، يعني جميع الطلبة يكونون يشكلون صفين، صف للطلاب الذكور وصف للطالبات الإناث. فإذا سمع أحد الطلاب أو الطلاب الذكور حينما يسمعون كلمة مذكرة مثل طالب طويل، المفروض أن يقفوا جميعا، والطالب الذي لم يقف معنى ذلك لم يفهم أن هذه الكلمة مذكرة، وبالتالي يخرج من المجموعة. وإذا سمعت الطالبات كلمة مثلا غرفة نظيفة، المفروض أن تقف الطالبات. أي طالبة لا تقف معناته هي لم تفهم معنى هذه الكلمة. فتسجل المعلمة نقاطا
للمجموعة الفائزة. وفي النهاية بعد أن تنتهي من جميع هذه الصفات، المجموعة التي حصلت على نقاط أكثر تكون هي المجموعة الفائزة. لعبة أخرى نطلق عليها اسم لعبة البالونة. البالونة هذه اللعبة تستخدم بعد أن يتعلم الطلبة عن أعضاء الجسم، يتعلموا الإصبع، اليد، الإبهام، الرجل، الرأس، الأذن وهكذا. بعد أن يتعلموا عن أعضاء الجسم، تقسم المعلمة الطلبة إلى مجموعتين، وكل مجموعة عليها أن تحافظ على أن تبقى البالونة في الهواء مع استخدام عضو واحد من الأعضاء التي يقولها المعلم أو تقولها المعلمة. فإذا قال المعلم مثلا رجل، معنى ذلك عليهم أن يبقوا البالونة في الهواء باستخدام الأرجل فقط، ولا يجوز استخدام أي عضو آخر من الجسم. وإذا قالت رأس، عليهم أن يبقوا البالونة في الهواء باستخدام رؤوسهم فقط، ولا يجوز استخدام أي عضو آخر. وإذا قالت يد، عليهم أن يستخدموا الأيدي فقط دون أن يستخدموا أي عضو آخر وهكذا. فالمجموعة التي تحصل على نقاط أكثر ولم تقع في أي خطأ تكون هي المجموعة الفائزة. لعبة أخرى نطلق عليها اسم لعبة الكلمات، وهذه حينما يتعلم الطلبة عن أنواع الملابس مثل القميص، البنطال، الكفوف، الكبعة، الفستان وهكذا، يتعلمون أسماء الملابس، يمكن أن تستخدم هذه اللعبة. يقسم الطلبة إلى مجموعتين أو أكثر من مجموعة، تقف مجموعة من الطلبة في صف أمام باقي الفصل، يحمل كل واحد من هؤلاء الواقفين بطاقة عليها صورة أو مكتوب عليها نوع من أنواع الملابس، ويقوم بقراءتها بصمت في نفسه. ثم تبدأ اللعبة بأن تقول المعلمة أو يقول أحد الطلبة الجالسين مثلا: ذهب علي إلى المدرسة ولم يلبس قبعة. الآن الطالب الذي يحمل صورة قبعة أو يحمل كلمة قبعة يجب أن يقول: لا، ذهب علي ومعه قبعة، لأنه هو القبعة معه. الآن وهكذا يمكن أن يقرأ طالب آخر: ذهب علي إلى السوق وكان ولم يكن معه قميص، أو لم يكن معه كفوف، أو وهكذا. الطالب الذي يحمل تلك الكلمة عليه أن يقول: لا، معه قبعة، لا، معه، وهكذا. فهذا يدل على أن الطالب عرف كيف يقرأ الكلمة الملصقة على جسمه. هذه فقط أمثلة من الألعاب، وهنالك أمثلة كثيرة يمكن للمعلم أن يعدها في داخل الصف، ويمكن للطلبة أن يعدوا أمثلة أخرى من الألعاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.